عودة لاستكمال رحلتنا الصباحية مشاهدينا، ومعوديكم دائما بضيف جديد، وضيفنا لهذا اليوم ضيف مميز. سبق وأن استعنا بأكثر من مرة فونو لبعد المسافة، ولكن من الضيوف اللي حلوا علينا عزيزين الإعلامي حيدر النعيمي. يسعد صباحك يا حيدر، وكل الهلا بيك. يسعد صباحك ومنورنا. صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين سامراء الصباح. صباح الخير زميل العزيزة أسيل وزميل العزيز محمد، وأنا جدا فرحان بتواجدي أخيرا في استديو سامراء الصباح بعد 8 فونوات. المهم جيت يعني. يعني البارت الثاني حناخذ بيه طبعا، تتكلم لنا عن نجاح حفل همام ويا أسيل، بس أريد أسألك حيدر النعيمي، قلة الصحفيين الفنيين خصوصا بالعراق هو اللي منطي قوة في مجال الكتابة ومجال نقول النقد الفني العراقي؟ يعني هو أكو قلة عدد موجودة، ما أنكر أنه بالعراق 7 إلى 8 صحفيين مختصين بالفن، أنا أحكي على اختصاص. هو أنا سؤال الفنيين تحديدا. بس هذا ينطيني القوة؟ لا، لكل مجتهد نصيب. الصحفيين المختصين بالفن بالعراق كلهم سابقيني، أقل واحد سابقني بعشرين سنة. أقل واحد؟ أقل واحد. يعني على سبيل المثال هسه الساحة النقاد اللبنانيين، يعني من نقاد الفن اللبنانيين على مجال واسع، على مجال الإعلام، على مجال عشرات الصحفيين اللبنانيين، عشرات إذا مو مئات نقدر نقول، يعني نقدر نصنف، خلينا نقول يعني العدد يقترب من 100 صحفي لبناني بالفن. بالفن تمام. يعني على سبيل المثال لو هاي الأرضية اللي موجودة بلبنان موجودة بالعراق، حيدر النعيمي نفسه، حيدر النعيمي بهاي القوة بهذا القلم اللي يأثر على نجوم وعلى كبار في مجال الفن بالعراق؟ طبعا نفس القوة. نفس القوة. حتى لو كنت في مصر. حتى لو كنت في مصر. حتى لو كنت في مصر. قلت لك بداية حديثي لكل مجتهد نصيب ولكل واحد طريقته. أنا أحب مهنتي، مو حب عادي، لا أعشقها، واللي يعشق شيء يبدع به اكيد. وماكو مشاكل بالمجال هذا؟ كل مهنه بيها مشاكل. كل مهنه بيها مشاكل. حلو. حيدر خلينا نسولف شويه عن نجاح حفل الفنان همام اللي هو يمكن اكثر سبب خلاك متواجد هنا في اربيل، اللي انت يعني كونك مقرب من الفنان همام فاجيت له كصديق او كداعم. رايك بهالحفل؟ هاي الحفله تمثل لي شخصيا الشيء الكثير. قبل 3 سنوات التقيت بهما واتفقنا انه التزم اعلاميا، فصار الاتفاق التزمت اعلاميا. فاول مره وجدت لو بديت اشتغل على هما اعلاميا اكثر خصوصا داخل العراق، كان البعض يقول لك يعني انت رهانك خاسر، هما مو من الاصوات اللي ممكن انه تنجح. كنت مران على همام لأنه يمتلك ثقافة موسيقية عالية، نعم، يمتلك كاريزما خاصة، يمتلك كل مواصفات النجم العربي. الفنان العراقي للأسف يعني مع جل احترامي للمتواجدين حاليا يعني تنقص كثير أمور، من ضمنها الثقافة، وثقافة اختيار الأغنية والابتذال في الأغنية، لأن الأغنية عبارة عن هوا وقولات صارت حاليا. همام هو الشخص الوحيد، وعلى مسؤوليتي هذا الكلام وأنا أتحمل مسؤوليته، القادر على خلافة كاظم الساهر وماجد المهندس عربيا. هو كنت راح أسألك هذا السؤال، يعني مهيئ عربيا أكثر من أي فنان عراقي مع جل احترامي أنه ينجم بهالطريقة أو نفس المستوى. تصريح خطير حيدر. لا متصريح خطير. هو يعني يقول لك أنا مسؤول عن تصريحي بدلائل. لا بس ثواني، يعني هسه همام أكيد يعني أنا تعرف معزتي الهمام ومعزتي لك وكلها، يعني إحنا أخوة وأصدقاء بعيدا خارج العمل. بس نجي على موضوع أنه بعض النقاد أو بعض الأسماء من تقول خلافة كاظم الساهر وماجد المهندس يقول لك ستوب، يعني هنا الموضوع شوية بخطر. أوكي. يعني أنت مو تشوف خطر تصريحك هذا؟ أوكي. نتكلم بدليل. حلو. همام قبل سنتين وين كان؟ في مسرح الأولمبيا في باريس، ثاني فنان عراقي بعد كاظم الساهر يعطي لهذا المسرح. همام العام الماضي في شهر 7 كان في مهرجانات جميلة بالجزائر، 4 مهرجانات وجزائريين سميعة يعني يحبون الطرب. فقط كاظم الساهر ورضا العبد الله، يعني كاظم هو النمبر 1 اكيد يعني القيصر، ورضا العبد الله وهمام بالجزائر غنوا. بالجزائر غنوا، ولكن رضا يعني اوكي كاظم الساهر اسم، ورضا العبد الله بروتانا سابقا كان واسم، ان ياتي شاب
ويستدعى الى اربع مهرجانات في الجزائر، هذا ما اعتقد شيء سهل. هاي واحد. همام في تونس معروف جدا، في المغرب معروف جدا، نجم في لبنان. تونس هاي بشهات يعني هاي يعني نجم في لبنان وهي عربيا. اوكي، تصور الان حيدر ايضا هو مرشح عن فئه الشباب مع الفنان كاظم الساهر عن يعني انا جايش بالجائزه بيج ابل ميوزك اوورد، ميوزك اوورد الالباما، هي جائزه عالميه على مستوى العالم. يعني ان يوضع اسم همام بجانب كاظم الساهر وياني وريهانه، هذا مش سهل. اكيد لا، مش سهل. اكو اصوات اقوى من همام، واكو شباب مشهورين اكثر من همام، ولكن لا يمتلكون اللمعة العربية، هاي اللمعة اللي تحتاج كثير من الثقافة واللبس والكاريزما، ثقافة الحديث، الطلة، يعني الفنان قومات نجم، يعني قومات نجم. الفنان مو بس صوت، مجموعة أمور يعني هي تكون مهيئة لتكوين نجم تحبيه كيف ما كان. وإلا كاظم الساهر وماجد المهندس ليسوا هم أقوى الأصوات في العراق. يعني دائما نقول رياض احمد وسعد البياتي الله يرحمهم وغيرهم كثير عندهم يعني اصوات اقوى من اصوات كاظم وماجد، ولكن كاظم وماجد مهندس هم المتربعين على عرش النجوميه لانه يمتلكون مقومات النجوميه العربيه. تمام. طبعا من حكيت بموضوع همام مباشره جت ببالي شيء يعني الشارع يحكي مو انا. اليوم حق لبها برنامج توارد. الموضوع اللي اريد احكي بانه يقولون حيدر النعيمي على سبيل المثال مثلا علاقته بمحمد قويه او علاقته باسيل قويه وعلاقته بمحمد مو زينه، يعني مو زينه يعني مجرد سطحيه مجرد معرفه. حيدر النعيمي يروج الاسيل على حساب مثلا مبدا المعرفه، مبدا الصداقه، مبدا نقول المقرب، وهذا الشيء لاحظوه بعدد من الاشياء. تمام، يعني حوض حلكيال الشارع ايش يحكي بالضبط. تمام. بدايه حيدر النعيمي مثلا بدايه الشاعر مأمون النطاح مثلا، حيدر النعيمي من الاسماء اللي دعمت مأمون النطاح دعم اعلامي مخيف في القنوات العراقيه. الوحيد مو لست انا داعم من الداعمين، انا اول من دعم، اول الوحيد. حلو، يعني هاي تجيني بها بالتفصيل. يعني واحده نحكيها. حيدر النعيمي يعني مثلا كل اللقاءات تشار يطلع بها مأمون النطاح لازم اسم حيدر النعيمي موجود. لا بس يعني يطلع له، لا يعني يطلع مأمون النطاح الاتصال يكون بحيدر النعيمي اكيد. اي طبعا. حلو، وهذا طبعًا. انا الشيء شايفه باكثر طبعًا. من برنامج تلفزيوني. يعني نقول مو خربت العلاقه، نقول قلت العلاقه، فتره العلاقه بين حيدر النعيمي ومأمون النطاح. قام حيدر النعيمي ابتعد عن مأمون النطاح. دره مثلا انت من الداعمين لها دعم مخيف، كذلك همام داعمين لها دعم مخيف. يعني حيدر النعيمي مو يعتمد بالترويج للاشخاص الاعلاميين، حتى الاعلاميين والفنانين على مبدا الصداقه والعلاقات القويه، لو المنفعه لو شنو. اوكي، راح اجاوبك، اجاوبك على كل هد بشكل عام، بدون فصل الاسماء. بدون فصل الاسماء يعني هو عادي مو مشكله. يعني ابو عمر ما اظن يزعل من هالامور. اولا تحياتي الكبيره لشاعر جميل مأمون النطاح ابو عمر الغالي، اللي عندي مع علاقه طويله والسنين، برغم اني لغايه هاي اللحظه ما شافه فيس تو فيس. فاذا هذا اول رد ممكن انه اني شخص صديقي وادعمه. شعر مأمون النطاح ما شافه بحياتي، مع انه انا كنت الاول اعلامي وصحفي يدعمه بشكل كبير على مستوى العراق والعرب. هاي واحد. حفلتي الاخيره كنت موجود؟ لا، في اربيل. لا هذا واحدة حلقة. لا يعني انت مثلا ما توجهت لك دعوة، لو انت ما حضرت لو شنو، يعني الملخص، اريد ملخص. لم توجه دعوة. لم توجه دعوة. حلو، نكمل. بالنسبة انه على حساب الاخرين او كذلك، ممكن تسأل كل الشباب سواء كان مع دراسات موسيقية او كلية فنون جميلة او حتى بالمحافظات العراقية. اتحدى اي واحد اتصل بحيدر النعيمي وطلب دعم اعلامي واني ما دعمته، حتى لو انت ما مقتنع به. لا مو شغل، يعني مو شغل، يعني اول مره اسمعه اشوفه. والدليل برنامجي اللي عديته بيت الفن على العراقيه موجود على اليوتيوب، 22 حلقه على مدار اشهر،
كل اللي طلعوا بيت الفن يعني يمكن نجمين او ثلاثه والبقيه كلهم شباب على مدار ساعه كامله وهي سهره خميس. فمقدم له خدمه على فضائيه هي الاولى بالعراق في فضائيه العراقيه مع ريام الفيصل اللي تقدم ريام الفيصل زميلتنا العزيزه حياتنا لها. فكلهم طلعوا شباب، فهذا كلام مو صحيح. ولكن لما تكون عندي صداقه مع شخص اكيد الصديق معزه ومكانه خاصه ومكان خاصه. بس انا دعمت في قبل 4-5 سنوات رحمه بشكل كبير، دعمت قيس وشام بشكل كبير، دعمت احمد المصلاوي بشكل كبير، وحتى المخرجين. احمد المصلاوي لغايه الان اكو تعامل بينكم؟ احمد من المطربين المهمين جدا. انطلاقة العربية بلشت من أحبك قالها، ويعني وأتمنى لك كل التوفيق. أنا وياه هاي نجي يعني بس يعني أنا مثلا الآن تواصلي مع الأصدقاء أكثر وأدعمهم أكثر. ليش؟ لأنه ما من المعقول أنه الشخص ما يتصل بيك وأنت تدعمه، على الأقل لازم هو يكون على تواصل معك، يزودك بالأحداث الأخيرة، شي يسوي ما يسوي حتى أقدر أروج له. أما أنه شخص كل سنتين او ثلاثه يقول لي ليش ناسيني، هو انت وين يعني، هو انت ما سالت علي اصلا. ترويج بمقابل بدون مقابل؟ لا لا، مع الكل اللي ذكرتهم، مؤمن الطاح ودره وهمام، بدون سنت واحد. بدون سنت واحد على مدار 3.5 سنين مع مؤمن الطاح لم استلم اي مبلغ، ومع همام 3 سنين لم استلم اي مبلغ. لست صحفي مستاجر، أنا صحفي أعمل وفق قناعاتي الشخصية فقط. حلو، جميل. حيدر، أنت دا تحكي عن نجاح فنانين معينين، برأيك إحنا عندنا يعني على محيط فنانيننا العراقيين الموجودين داخل العراق، مو اللي نجموا وطلعوا برا العراق وتعرفوا على مدراء أعمال على مستوى يعني كبير، النجاح الفنان يعتمد على مدير أعماله؟ وبعدين اقول لك ليش سالتك هالسؤال، لانه مليون بالمئة اكو شيء يخصك. مليون شركه الانتاج لمدير اعمالك؟ مدير اعمال، مدير الاعمال مو شركه الانتاج. والدليل والدليل ابرز مدير اعمال على مستوى الوطن العربي فائق حسن، الشاعر الجميل والمخرج الجميل فائق حسن، مدير حسن اعمال البرنس ماجد المهندس. ماجد المهندس نعم. يعني عن قرب يعني شفته شلون يشتغل بشكل ما تخيلته، يعني مهما واحد يتكلم عنه بشكل مخيف. يعني انا اقدر اقول بالعراقي انيال ماجد مهندس على فائق حسن. يعني مدير الاعمال هو اللي يختار القصيده ويختار اللحن، هو اللي يطرح الافكار. يعني هي طبعا بمشاور، يعني اذا كان مدير الاعمال ملم بالجانب الفني يضيف للفنان بالاختيار، ولكن الاختيار لما يكون من اثنين افضل ما يكون من شخص واحد. يعني مدير الاعمال مو غلط انه يتشاور مع الفنان بالاختيار، يعني لانه هو اقرب للناس من الفنان. الفنان ممكن مشغول بحفلات واستديوهات، هو اقرب للشارع، ممكن اكثر اقرب من الاحتكاك بالوسط الفني، فيكون اختياره اصح. توجهت انت تقريبا لهالموضوع؟ اي طبعا، انا مع همام كثير امور اشتغلناها وفق هذا الموضوع. يعني فقط الفنان همام، يعني همام تقريبا هسه حاليا هو مع شركه المولى برودكشن. إيه مثل الصديق العزيز سمير المولى، تحياتنا لاخونا سمير. طبعا همام، يعني بعيدا عن همام، انت دائما الخلافات اللي تجي تكون يعني بخصوصك تكون بعيده عن همام. يعني ايضا على سبيل المثال علاقتك بالبرنس ماجد المهندس جدا جميله على ما اظن، ودائما تحضر ومشارك بكافه الامور بالقاهره وخارج القاهره، وايضا علاقتك بالشاعر الجميل واكيد فائق حسن تحياتنا له ايضا. بشكل عام اريد اسالك، عندك ايضا يعني بعض الاتهامات التوجه اليك ايضا انه عندك ميول لماجد المهندس اكثر من بقيه الفنانين. لا بالعكس، اكثر شخص كتب عن ماجد بالضد حيدر النعيم. بالضد؟ بالضد. شلون؟ بالضد، وكل الوسط الفني يعرف. شلون تقدر توضح لنا؟ يعني من سنين يعني ما كان علاقتي بماجد المهندس يعني علاقه انه بها مرونه. كنت اكتب على بعض الاشياء اللي فهمتها انا خطا، وانا اعترف ومعترف امام الجميع انه انا كنت فاهم بعض الامور خطا. الفتره الحاليه مودت بين البرنس اكثر من غيره؟ طبعا يستحق. 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 ولما جلست معه وتفهمت بعض الامور،
يعني راجعت حساباتي، ومو غلط واحد يراجع حساباته. طيب معناها انت منين تجيب المعلومات؟ يعني مو بلقاء شخصي او حوار مثلا على الهاتف حتى تغلط هيك غلطه يعني تعتمد على معلوماتك الشخصيه؟ مو غلط، مو غلط، بقدر ما هي اكو بعض الامور تطلع على الشاشه احنا نشوفها بشكل، بس هي كان مرتب لها مثلا. يعني على سبيل المثال حتى ما اطول عليكم بالحديث، قامت القائمه على ماجد المهندس عند رفع العلم السعودي والغناء فيه. كان هاي في حفله لندن، لما تكلمت مع ماجد المهندس وضح لي انه في الحفله ما طلعوا انه كان لابس العلم العراقي قبل العلم السعودي، فبالتالي لما غنى اغنيه ووضع العلم العراقي على الستاند نوتات واجى احد الاشخاص ونطال العلم السعودي واكراما للجمهور السعودي اللي لبسه، فاخذت الى الصوره فقط بالعلم السعودي ولم تاخذ مع العلم العراقي، فهذا اذا كان اكو امور مبيته. صح، انا اعتمدت على صوره على صوره، يعني ما يعني ما كنت اعرفها بشكل شخصي حتى يوضح لي، يعني ولا كنت موجود بلندن ولا شاف الفيديو. يعني صراحه احنا ما عندنا مشكله، يعني هو اكيد الدولتين اكيد المملكه العربيه يعني السعوديه لها اهميه، بس كإثارة جدل. يعني لو غير فنان مثلا موضح لك بالتليفون، يعني مثلا انه صايره بنفس المشكله وبالتليفون مثلا وضح لك الامر. كثير فنانين كتبت عنهم ووضحوا لي بالتليفون ورجعت كتبت عنهم بال يعني عادي الامر كلش طبيعي كلش، ولا زلت لا زلت يعني من اصدقائي مثلا اوراس ستار. اوراس ستار انا قبل شهر كاتب عنه بالضد، رجعت قبل فتره كتبت عنه بشكل جميل. بشكل جميل وهنيته على نجاح اغنيه يا جمالك. وبالمناسبه اتصلنا بيك العفو باحد الحلقات وراح اوضح لك شغله. اوراس صديقي كتبت عنه بالضد وكتبت عنه بالجيد وما عنده اي مشكله، وماجد مهندس بلسانه قال لي انت اللي كل اللي تكتبه انا احترم هاي قناعاتك. انا احب الفنان اللي عنده ثقه بنفسه. طبعا قبل اخر سؤال راح يكون ويا اسيل، هذا السؤال اللي قبل الاخير اريد اسالك، حنشوفك يوم تكتب، يعني اغلبيه الكتابات يقولون دره الاء حسين، يعني اذا انطيك الاسماء اللي تكتب انه هم الاشخاص النجوم الكلاس 1 بالعراق مثل ما نقول، لان كلاس 1 بي سي دي هاي معروفه بالمجال الفني، نقول يعني مثلا دره، الاء حسين، عندك شخصيات معينه حتى من الشعراء من المغنيين تكتب، حنشوف حيدر النعيمي حيكتب مثلا من بعض النجوم، اكو نجوم بارزين انت هاملهم، هذا يعني نتفق عليه. اذا هو هامل روحه انا شو اسوي له؟ لا هو موجود بالساحه بس انت ما تعطيني اسم. اعطيني اسم، مو اقدر انطي اسماء يعني. لا قل لي قل لي هذا وليش ما كاتب عنه؟ يعني اكو اعلاميين، اكو مغنيين، اكو كتاب. يا ريت تعطيني اسم. صدقني يعني اكو اعلاميين انت ما كاتب عنهم. أوكي. يعني اقدر اقول لك اياهم ورا الهواء، بس حنشوف حيدر النعيمي حيسلط الضوء عليهم بالايام القادمه. ماكو شيء، ماكو واحد بسلط عليهم. يعني انت كل النجوم العراقي الكلاس 1 تسلط الضوء عليهم بكتاباتك وبلقاء، حتى بلقاءاتك اكيد التكاتب يعني الا اثر بالواقع الفني بالعراق، ودائما لقاءاتك مميزه ويا نجوم العراق، بس اكو نجوم انت ما ملتقي بيهم بمجال الاعلام والمجال الفني. اذا ما يطرق بابي ليش اطرق بابي؟ ما يطرق باب مزاجي. مزاجك يعني شلون؟ يعني هسه انا محمد العلوي اعلامي مقدم ببرنامج سامراء الصباح، ما مقتنع به، يجوز هو نجم بنظر الناس بس هو نجم بنظري. اذا لازم هو اللي هو يدق بابك يعني هوايه، ما عندي اسماء مثل منه يعني الاسماء، يعني اكو نجوم جدا، يعني كاظم الساهر عملت معه، كاظم ماجد المهندس عملت معه، من النجوم بعد اكثر. طيب خليني اسالك السؤال بطريقه اخرى، منو اكثر ناس من الوسط الفني اصدقائك واكثر ناس عندك مشاكل وياهم؟ هيك احنا نستنتج. اولا ما عندي مشاكل، الناس هي عندها مشاكل، مو انا ما طيب يعني من اللي عنده مشاكل ولا ويا حيدر النعيمي؟ لا انا جاوبت على السؤال الاول، صديقي الاقرب الى نفسي الفنان الجميل همام. اما مشاكل فما ما فقط همام صديقك من كل الوسط الفني؟ مع جل احترامي لكل الفنانين، همام، علي بدر الملحن علي بدر، تحياتنا له، البومه نزل، اتمنى له كل التوفيق. ما اريد اعدد، احمد المصلاوي، اورا ستار، قيس هشام، رحمه، كثير كثير يعني، ما يعني هم حاتم العراقي عندك؟ حاتم جميل يجنن. ثاني اعرفه اكو مشاكل، اكو ناس تخاف منك، تخاف من حواراتك او تخاف من تشيل تليفون وتقول لهم تعالوا اريدكم بحوار مثلا او شيء.
لا يعني يخافون من الأسئلة، ما يخافون من عندي. يخافون من الأسئلة؟ أوكي. طبعا قبل ما نختم وياك تحياتنا إليك وأرجع أصر أنه أكو بعض الأسماء أنت بصلت الضوء هو قال لك اذكر لي الأسماء اذكر له وراء كواليس ممكن. أكو نجوم يعني بغير يعملون خارج مؤسستنا موضوع الأسماء، يعني يجوز هم ما يحبون أنه اسمهم ينذكر أنه أنا دار وجلهم أو هالأمر هذا، بس يعني أكو أسماء مهمة. إذا نجم بلغك أنه صعب يوصل لي أنطي رقمي يعني مستعد دعمه. يعني صراحة هم مو صعب يوصل لك بس طيب. طريقة التعامل المهم. شكرا جزيلا لك ونورتنا وزارتنا البركة، وصراحة يعني بعد تليفونات طويلة ولقاءات طويلة اليوم نورتنا. أشكركم على هذا اللقاء الجميل. شكرا لك حيدر. تحياتي لأسيب، تحياتي لك محمد. شكرا نورنا. شكرا جزيلا لك.